يتكلم فيها الملحدون والزنادقة ويقولون الإسلام أباح الرق، وكأنها مسبة. نعم قطعا الإسلام أباح الرق، لا شك في ذلك، لا يوجد عاقل ينكر ما في القرآن. المسألة دي الاتباع للغرب في تجريم الرق واعتباره كله منافي لحقوق الإنسان كلام باطل، ومن وافق على ذلك ممن ينتسب للعلم هو ممن يعني